صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والقوة والصمود. الفقرة النهاردة فقرة خاصة جدا، لأن احنا بنهديها لكل الشعب الفلسطيني، وبنقول له رسالة حب ورسالة أمل بأصوات ومشاعر وأحاسيس أبنائنا بأنه فلسطين إن شاء الله هترجع حرة. الحقيقة النهاردة هتكون فقرة مختلفة، أطفال من الكورال هيغنوا بعض الأغاني الخاصة بفلسطين، نوع من أنواع الدعم والمشاركة المعنوية. الفقرة دي هيكون فيها الكلام قليل جدا جدا علشان نسمع لمشاعر وأحاسيس ولادنا. سيبوني أرحب في البداية بي طبعا معايا بقى المايسترو الأول الأستاذ أسامة الحسيني. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، صباح النور. كمان بنرحب بالأستاذ مصطفى بيومي، صباح الفل. وبرحب كمان بالأستاذ إسلام عزت، صباح الفل. أرحب بقى بأبنائنا طبعا بقى ميرال، وكمان بقى معايا ملك، ومعايا تمارا ونادية، ومعايا كمان هيثم، ومعايا كمان زياد. صباح الفل عليكم يا ولاد، أخباركم إيه؟ مستعدين بأن احنا عايزين يعني نسمع كده حاجات حلوة. بس قبل ما نبدأ بالأغاني الحلوة اللي هم محضرينها لنا، وكمان معانا الأوبريت في الآخر بتاع القدس هيرجع لنا، الأول لما جينا يعني نستعد لهذه الفقرة، حضرتك اتعاملت مع الولاد ودربتهم الأول، أخدت وقت قد إيه في تدريبهم؟ هم تعرف هم طبعا موهوبين لأنهم بيغنوا بالهم كتير، فقلت لهم احنا هنعمل حاجة عند القدس، فعايزين نسمع بعض الأغاني اتفقنا عليها، أغاني هم حابينها كمان. فابتدينا نتمرن على الأغاني تقريبا حوالي تقريبا تغنينا على 3 أسابيع. أوكي. ونتمرن على الأغاني دي، وكل كل واحد جاي حافظ الاغنيه بتاعته، فاحنا بنظبط مع بعض هنعملها ازاي، هنقول ايه وازاي، وهنبدا، لان الاغاني طبعا طويله، فاحنا عشان بنختصر بس. فهم تعبوا الحقيقه معايا بصراحه في البروفات، وامهاتهم طبعا تعبوا، رغم وهم عندهم دروس وعندهم كذا، انما رغم ده كانوا مهتمين بانهم يحضروا. وده موضوع مهم جدا، لان اللي في سنهم دلوقتي لو قلبه ما اتحرقش على فلسطين دلوقتي في التوقيت ده مش عارف يدافعوا عن بلدهم. مين اللي اختار بقى الاغاني؟ يعني هم تحديدا اللي جولك مثلا، وهل حضرتك نسقت مثلا الصوت مع الاغنيه؟ يعني ترتيبه اختيار الكوبليهات يعني اخترتوها ازاي؟ خاصه المره دي الاغاني مش اغاني عاديه، هي المره دي فيها مشاعر وفيها احاسيس، فالولاد لازم يكونوا حاسين الكلمه. احنا الاول كنا بنشوف مجموعه اغاني اللي تناولت موضوع فلسطين واتكلمت عنها، والولاد كمان قلت لهم في اغاني عن فلسطين كذا، فده عملنا الاغاني المجموعه دي كلهم، وقلت كل واحد بقى يسمع والاغنيه اللي هو يحسها يقولها، لان هو لما حس الاغنيه يحبها يعرف يقولها. فهم سمعوا لحد ما اتفقنا على البروجرام ده. كان في حاجات كتير قدامنا كاختيارات، بس ان هم دول هم الاوقع، وهم اللي كل واحد فيهم حابب الاغنيه دي واوريدي محضرها مجهزها بنسبه كبيره، فقلنا يلا نبدا بيها نتمرن. وهم من خلال التدريبات حاسس ان هم حاسين بالموضوع، شايفين الصور قدامهم بتاعه الحرب، فبيجسدوها عن طريق صوتهم. عن طريق صوتهم، عن طريق ادائهم، وعن طريق وشهم، وعن طريق حاجات كتير. يعني بنتمرن على الحكايه دي، طبعا هم صغيرين لسه، بس هم على عندهم احساس بالقضيه، وده هم كمان متاثرين وبيتكلموا هم نفسهم عن الموضوع ده، فدي حاجه كويسه في سنهم، دي حاجه حلوه. تمام، احنا هنبدا بقى نسمع. احنا هنسمع الاول كل واحد فيهم لوحده سولو، وبعد كده بقى هنشوف بقى الاوبريت في الاخر، وهيبقى فيه مفاجاه في اخر الفقره. تعالوا نسمع الاول تمارا، عربيه يا ارض فلسطين. خلاص يلا. تمام. عربية أرض فلسطين قدس ومهد وعهد ودين.
لايق كمان على صوتها قوي باحساسها جدا جدا، بقوه عربيه يا ارض فلسطين. فبحييكي هي يا تمر. رهيبه رهيبه، وحاسه بالاغنيه وصوت رائع. ولسه تسمعي ده حيالله واحد بس، لسه هناك لا زال في جوابتنا الكثير. شوفي بس. طيب كمان هنسمع بقى ناديه. طبعا ناديه 6 سنين وهي بنوته برضو البرنامج. بقيتي سبعه؟ أوه. بقت 7 سنين خلاص، بقت 7 سنين. فتعالوا ونسمع بقى من ناديه اعطونا الطفوله. يا نادية لايقة عليها قوي وعلى براءتها، وبتمثل كمان السن الصغير ده اللي هو اعطونا الطفولة، هو ده حلمهم وهو طبعا. ده اللي هم عايزينه. طبعا ثانك يو بجد، واحساسك ومشاعرك وصلوا قوي قوي يا نادية. تعالوا نروح لزياد زهرة المدائن فيروز. Got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. ليلة الإسراء يا درب ممر إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. الله الله، رائع، هز قلبي قوي من جوه. أشعر. وخلي بالك مش سهل حد يغني الفيروز خالص ويأثر زيها طبعا. فما شاء الله يعني، ربنا يحميك ويحميكم كلكم، وصوتكم ما شاء الله ربنا يحميكم. نسمع هيثم.
هيثم برضو موطني. آه طبعا موطني طبعاً. بقى هنشوف بقى هيثم وإبداعاته. يلا هيثم الإسلام. يعني خلى الواحد جسمه يقشعر بجد. ربنا يحميكوا. بيوصلوا مشاعرنا اللي احنا مش عارفين نوصفها بيوصلوها بصوتهم بالمزيكا كمان بالكلام. وهي دي القوة الناعمة على فكرة. هي اللي بتعيش يعني بالزبط. الأغاني دي هي اللي بتعيش وبتحيي المشاعر. بس هو ده. طيب ملك نسمع ملك. يلا شهيد فلسطين عربي العربية القبلة الأولى والقضية العربية يا مصر الرسول لن تبقي مغصوبة ولن نرضى بحلول إلا بقدس العروبة فلسطين عربي العربية القبلة الأولى والقضية العربية ما شاء الله. صوتها فيه إصرار وهي فعلا القدس عربية ولن نقبل غير أنها تكون طبعاً عربية وهتفضل عربية.
ان شاء الله ان شاء الله. ميرال ما حضرنا بقى الكوبليه اللي اشتهر في الاحداث، يلا بينا يا ميرال. شدوا بعضكم يا اهل فلسطين، شدوا بعضكم ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم عورق صيني لكتب بالحبر عورق صيني. يا فلسطيني علي جرالك يا فلسطيني، ستي يا ستي والله دموعك غالية علينا، ده انتي يا ستي قلبنا وروحنا ونادر عينينا. عورق بردي لكتب بالذهب عورق بردي، وابعت رسالي من مصر اسمك وارسم لك واردي. ستي لا تبكي والله دموعك بتجرح عيني، بكرة هنجيلك لما تتحرر فلسطين. الأغنية دي طبعا طلعت ترند طبعا مع السيدة الفلسطينية البسيطة دي، طبعا كانت جميلة. وجي اللحظة للكوبليه أو الأوبريت اللي احنا محضرينه، والحقيقة إنه احنا كنا حريصين في هذا الأوبريت. القدس هيرجع لنا لو تفتكروا، الأوبريت ده كان وقت الانتفاضة بتاعت محمد الدرة، وعايزة أحكي بس قصة عنه. أنا فاكرة الأوبريت ده جدا، كنت طفلة بقف قدام التلفزيون حافظة كلمة كلمة منه، وكنت يعني المشاعر كانت بتتحرك جوايا قوي، وعاشت الأغنية دي، وولادنا النهاردة هيغنوها. والنهاردة عايزة بس أرحب في البداية بالأم رانيا، هي مامة نادية وتمارا. إحنا كنا يعني اتفضلي أستاذة رانيا، قلنا إن الجزء بتاع طبعا الفنانة الراحلة الجميلة هدى سلطان، وهي بتغني الجزء بتاع بكاء أم على ابنها شافته بيستشهد قدامها على الشاشة، قلنا لازم اللي يغني الصوت ده أم برضو. على فكرة أم صوتها حلو جدا. هنبدأ بالأوبريت وأنا كده يعني عايزة أختم الأول معاكم جدا، وبشكركم جدا، وأمتعتونا بأصواتكم وبمشاعركم قوي، وخليتوا الواحد كده جسمه يعني أشعر من المشاعر الحلوة. بشكركم كتير جدا، بشكر أستاذ أسامة، وبشكر أستاذ مصطفى، وبشكر أستاذ إسلام، وبشكر كل الولاد، وبشكر طبعا الأم اللي هتمتعنا النهاردة بصرخة أم موجوعة على ابنها. أسيبكم مع الأوبريت، القدس هيرجع لنا. صرخت قالت يا ولدان
عاش الظلم المر الغادر صوت العدل وناه هنا بنقول أرضنا عرضنا دمنا أمنا هنا بنقول أرضنا عرضنا دمنا أمنا وإن مات ملايين مننا القدس هترجع لنا طفل فلسطيني ده بيته وده كل اللي جناه ده تاريخه وتاريخ اجداده ودي ارضه وسماه هنا جرجس ومحمد اصحابه ودي لله جه ظالم وسرق احلامهم كل املهم راح هنا بنقول ارضنا عرضنا دمنا امنا من هنا بنقول ارضنا عرضنا دمنا امنا وان مات ملايين مننا القدس هترجع لنا حرب بحرب شرى الله ودين وازاي نار تحرق في القلب ونفضل كده ساكتين يا رب لمصطفى كفايه واقروا صلاح الدين عمره ما فرط مره في حقه وده كان اقوى سلام من هنا بنقول ارضنا عرضنا دمنا امنا من هنا بنقول ارضنا عرضنا دمنا امنا وإن مات ملايين مننا القدس هترجع لنا صبر شتيلة وشهداء الأقصى ألف حصار وحصار وعيال كبرت قبل أوانها حلفة تاخد بالدار غضب القلب المر الدم بيتحول أحجار والعصافير بتحارب جيش بس منها سلاح من هنا بنقول أرضنا عرضنا دمنا أمنا من هنا بنقول أرضنا عرضنا دمنا أمنا وإن مات ملايين مننا القدس هترجع لنا لو جه ظالم مرة وطردك من بيتك ورماك وبيزرع على أرضك حقده من دمك أشواك مش نار ظلم وجرحك لازم تتحول ليها وتعلم أولاد أولادك إن الثورة فات هنا بنقول أرضنا عرضنا دمنا أمنا من هنا بنقول أرضنا عرضنا دمنا أمنا وإن مات ملايين مننا القدس هترجع لنا